لصناعة السبح مراحل ومعدات مختلفة، وهي صناعة وتجارة، وبعضها بيتم استيراد خاماته من الخارج وبعضها خاماته مصرية. السبح كم نوع؟ لا كتير. دي ثمرة اسمها ثمرة الكوك. دي السبحة بتاخد منك وقت قد ايه يا عم احمد؟ السبح الشعبية ما بتاخدش وقت، لازم انتك فيها. لازم اعمل لي في اليوم مثلا كده اخش لي في 50-60 سبحة لازم انتجهم. مراحل بقى تصنيع السبحة دي ايه؟ قول لي اول حاجة دي التقطيع. اول حاجة التقطيع، انا قطعت كده الثمرة عملتها، ده اسمه عابر. يعني العابر كده طلع له 3 حبيات. ده كده العابر. وده كويس مش مقدر منه كتير. احمد ابنك انت طلعته يشتغل نفس الصنعة بمزاجه ولا انت ضغطت عليه؟ مش انا اللي ضغطت عليه، ظروف الحياة اللي ضغطت عليه. ايه المخاطر اللي بتقابلك وانت بتشتغل الشغلانة دي؟ المخاطر بالنسبة للصينية، الصينية دي بتبقى يعني وانا بدخل كده انا بقطع عليها عوابر. فانا لو سرحت مثلا او حد كلمني وبصيت له ممكن صباعي يتقطع. ده انت في هنا اصابة في ايدك، وريني كده. اللي حصل ده ما يخليكش تغير رايك وتسيب اللي حصل ده؟ خليني ان انا اشتغل، احب الشغل اكتر. ان انا اخلي بالي بعد كده من الشغل، ان انا بعد كده ان انا اقطع بحرص.